أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يريد تشكيل ائتلاف حكومي واسع ومستقر من أجل مواجهة التهديدات الكبرى ضد إسرائيل. وأضاف نتنياهو خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة أن المنطقة بأسرها تشهد أعمال عنف، ويجب أن تكون إسرائيل مستعدة وقوية وحازمة في مواجهة أي احتمال. في اليمن تظاهر عشرات الآلاف في صنعاء بدعوة من ائتلاف شباب الثورة للمطالبة برفع الحصانة عن الرئيس السابق علي عبد الله صالح ومحاكمته وتجميد أرصدته. وتزامنت التحركات مع زيارة غير مسبوقة لوفد مجلس الأمن إلى اليمن بهدف دعم العملية السياسية في البلد الوحيد الذي شهد انتقالا منظما للسلطة بين دول الربيع العربي. انتخب رئيس الوزراء الإثيوبي رئيسا جديدا للاتحاد الإفريقي فيما افتتحت دول الاتحاد قمتها 20 في أديس أبابا، ويفترض أن تطغى عليها أزمة مالي. من جهة أخرى، قصف الطيران الفرنسي مواقع إسلاميين في أقصى شمال شرق مالي، ودمر خصوصا منزل زعيم جماعة أنصار الدين، في حين أعلن الجيش الفرنسي أن جنودا ماليين وتشاديين ونيجريين ينتشرون حاليا في مدينة جاو، أحد أبرز معاقل الإسلاميين شمال مالي. وضعت اليابان الأحد في المدار قمرا صناعيا جديدا للتجسس لإتمام عملية المراقبة والدفاع عن أراضيها حيال التهديد المستمر الذي تطرحه كوريا الشمالية. وأطلق القمر الصناعي بواسطة صاروخ يحمل أيضا قمرا بصريا اختباريا، وستكون مهمة القمرين إلى جانب جمع المعلومات مراقبة عواقب الكوارث الطبيعية في الأرخبيل. في أفغانستان قتل 8 شرطيين و3 مشتبه فيهم في انفجار قنبلة يدوية الصنع في قندهار، ونسبت السلطات مسؤولية الانفجار إلى عناصر طالبان. وقال ناطق باسم شرطة قندهار أن 6 شرطيين آخرين ومشتبها فيه كانوا في سيارة أخرى أصيبوا في الانفجار. في أستراليا اعتبر شخصان في عداد المفقودين وقضى ثالث وأجلي آلاف السكان في شمال شرق البلاد بسبب فيضانات سببتها عواصف قوية بعد أيام من سلسلة حرائق في جنوب البلاد. ونشرت طائرات للجيش للمشاركة في عمليات الإغاثة في ولاية كوينزلاند التي هطلت عليها أمطار غزيرة نتيجة الأعاصير. في البرازيل قتل 150 شخصا على الأقل في حريق أتى على ملهى ليلي في مدينة سانتا ماريا جنوب البلاد وفق الشرطة البرازيلية ووسائل الإعلام المحلية. أعلنت الكولونيل سيلفيا فوش من قسم الإطفاء المحلي أنه تمت السيطرة على النيران وتقوم فرق الإغاثة بسحب الجثث. تغلب الرئيس الفنزويلي إيغو تشافيز على الالتهاب الحاد الذي أصيب به في جهازه التنفسي إثر العملية الجراحية الرابعة التي خضع لها في هافانا، حيث يعالج منذ أكثر من شهر ونصف لاستئصال ورم سرطاني. وأعلن مسؤولون فنزويليون أن الرئيس يمكن أن يعود إلى كاراكاس خلال بضعة أسابيع. قتل 61 شخصا على الأقل وأصيب 120 آخرون خلال تمرد حصل الجمعة داخل سجن في ولاية لارا شمال شرق فنزويلا، وفق حصيلة جديدة أوردها مصدر طبي مشيرا إلى أن معظم القتلى سقطوا بأسلحة رشاشة. أعلنت مجموعة أنونيمس لقراصنة المعلوماتية أنها شنت هجوما على الموقع الإلكتروني للجنة العقوبات التابعة للحكومة الأمريكية انتقاما لانتحار أرون شوارتز، عبقري البرمجيات وناشط في سبيل حرية الإنترنت. وهددت أنونيمس في شريط فيديو بثته على موقع يوتيوب بنشر مفاتيح تشفير الملفات المدرجة في الموقع، وهي خطوة من شأنها أن تعرض قضاة وموظفين فيدراليين لحرج كبير.